بقى شو قلت امي؟ بشو؟ يو قال بشو؟ شو صار لي ساعة عم بحكي؟ مشان روح اخطب لك بنت ابو ظافر. يا مو كل ما بتشوفيني بترجع بتفتحي نفس السيرة؟ شو صاير يعني شو صاير؟ قال شو صاير؟ قال لك ابني مشان الله خليني افرح لك بولد، لك بدي اشوف حسن على حضنك. يا مو هي ام زكي قالت انه جميلة ما فيها شيء. هاي اول باشتان، ثاني باشتان. لك يا مو نحن كلياتنا ثلاث انفس بالبيت ودوبي ها دوبي عم بحسن اصرف عليكم، متحمل جيب مره ثانيه انا؟ بيرزق الله امي ونعم بالله، بس رب العالمين ما شاف بس بالعقل عرف. يا مو القصه مو قصه مصروف، ملبوس بدن، غرفه نوم، لك دهب متقدم ومتاخر، قصه كبيره كثير. ايه لا تاكل هم تقبرني، خذ ذهباتي وبيعهم. لا يا مو دايما انا نهاريت اللي بدي اتجوز بتجوز من حرمالي، ما بده مين يجوزني. اعمل لك شيء ابن عمي؟ ما بدي شيء. اعمل لك كاسه شاي تروق. لك قلت لك ما بدي بطيخ. شبك ابن عمي؟ ليكي جميله ما تحكي معي ولا كلمه ولا حرف. طيب بس خشني قلبك وقول لي شبك. ولك جميلة. طيب والله ما بحسن شوفك مو على بعدك ما اسألك شبك. لوين ابن عمي؟ ولك أنا مالي مخنوق ضايق خلقي مشان الله فهمي. أمرك ابن عمي. صلاة محمد هيك حكت عن بشير؟ والله العظيم ما حكت إلا كل كلمة ظريفة. إلهي يا نعمة يجعلك من نصيبه يا رب. لك تروحي خنق على هالحكي، ليش بدك تجوزيه لبشير؟ يا وليش لحتى ما جوزه؟ إيه بس هي جميلة بنت أبو عصام. إيه وإذا جميلة لك وابن عصام متجوز ثلاثة، ولا ما بيهون عليها يعني؟ لك يخرب بيتهم، يخرب بيتهم الحرام. لك عندي ثلاث نسوان، ثلاث نسوان ما بيعرفوا يعملوا دول باشا، وين صارت هي؟ يو عن حق الثلاثة؟ ايه والله يا اختي الثلاثة. يا مو بعت وحدة منهم لعلمها كيف بتصير. ابو شوكات انا بعرفك لما بتتفشش بالاكل بيكون في شيء مضايقك، بقى شو القصة؟ ايه والله يا اختي. ايه والله متضايق خيرات الله، الدم رح ينفر من راسي. خير يا مو ليش؟ ابي. ابوك؟ شو بقى ابوك؟ والله ما بعرف يا مو، ما بعرف شو صاير له. اليوم كانت رح تصير خناقة طويلة عريضة بالحارة، دخل على الحارة ولا انطش بحدا. ما بعرف شو صاير له. وينه ابو عصام اللي كلمته ما كان تصير كلمتين بالحاره؟ وينه يا مو؟ ابوك يمكن تعبان من وقت كان بالسجن ومو حابب يتدخل وبده يرتاح. بس هيك مو مزبوط يا مو، والله مو مزبوط. هيك ما كانت عم تروح بالحاره، بعدين كل شيء كوم، وانه ما بده الزعامه كوم تاني. شو ما بده الزعامه؟ ايه يا مو ايه ما بده الزعامه. وليش اخي؟ هي ابي اجا ولا كأني جبنا سيني. هون ابن عمي هون. يلا شو اخي عصام بدك ترجع تاكل؟ ما شبعت من اللي اكلته بالمطبخ؟ ليش عندك مانع؟ لكون عم باكل من بيت ابوكي. اي مو مشان شي، مشان صحتك تقبرني. لا تخافي مثل الحصان. ابن عمي ساعي عرضوا عليك الزعامه وانت ما رضيت؟ ليه نعم؟ ليش ابن عمي؟ انت احق واحد فيها. انت قيسي وفصلي وانا بالبئس، شوري وامري، عرفتي؟ لا مو قصدي هيك ابن عمي،
بس الحارة بدها زعيم؟ بدها تضل هيك يعني؟ بدها زعيم قلتلي ها؟ ايه وانت احق واحد فيها للزعامة. سعاد الله يرضى عليك المرة ما ضيت انحكيت وخلصنا منها. مرة الاخر اذا بتنفتح السيرة بي من ايامي اهو خلصنا. عصام خلص صحنك من حامي. عمرك يا بي مالك لا تجيب يصير ايه؟ غير من كثر ما عم تعطي ابنك للنسوان صار مثلنا، اعطي بالك. يا بي هي سيرة جابت سيرة يعني والله ما كان قصدي. لك ابي اللي بيصير بالحارة واللي بيصير برات البيت ما يفوت جوا البيت، لك هي مشاكل وعي ما له لزوم بالبيت. امرك امرك. ها امرك، هذا اللي شاغل فيه انت امرك امرك. انت حتشغله هاد؟ انت حتشغله على العيد وانت بيجي العيد الله اعلم، هذا انت. يا بي في كلمتين بدي اقول لك ياهو. لا ترجعني لنفس العي عصام. يا بي ما في اهم منك للزعامة، وهذا اللي عم يعمله ابو ظافر مو لله. شلون يعني مو لله؟ واضحة، واضحة مثل عين الشمس. شو هذا اللي واضح مثل عين الشمس؟ الواضح انه بده الزعامة. ياخذها. ياخذها لك يا زعامة، شو القصة لك انا؟ لك يا ابي يا عصام كبر عليك بقى وكبر. في شيء اهم لك ابي والله، في شيء اهم. والله في شيء اهم. اهم من الزعامة؟ في شيء اهم ابي. مو بس من الزعامة، اهم من كل شيء. خلص بعدين تعرف انت شو بدك بالقصة. طلع منا خلص ابي، بعدين تعرف. يا ابي شو هو اللي اهم من الزعامة؟ اللي مشان الله فهمني. لك ابي خلص في شيء اهم. طلع منا القصة بقى، ايما من راسك انت شو بدك بالعي؟ حط شغلة واحدة براسك انت هلا بتكفي. لا تعمل مثل النسوان، كل شيء برا تيجي تقره قدام امك. فهمت؟ روما خلت فيه. لسعيد جوز برهان قبل ما يستكريها لدكة ابو سمير الحمصاني شو كان يشتغل؟ ما كان يشتغل شيء ابن عمي. الحما قاعد هيك ها؟ ايه والله قاعد هيك ما عم يشتغل شيء. لا شغل ولا عمله ايه؟ طب ابو برهان؟ يعني شو كانت عم تساوي؟ شلون دبر راسها؟ بيتها؟ اولادها؟ الله يكون بعونها. لكل اخواتها مقصرين عليها سؤال؟ ابدا ابن عمي. كمان هنن الله يعينه. طب في مصاري بالبيت؟ ما في؟ في بس تجوز معتز وتجوز عصام. طب وشغل الدكان؟ كان يعطيني كل اول شهر كان يعطيني عصام. ما كان يعطي اخته؟ كان يعطيني وانا اعطيها ابن عمي. قومي اعطيني وعي اقول لك قومي. وين هي؟ مشوار روح على بعينه. يا عيني عليك. يلا حركي حالك شوي، حركي حالك. يا عيني عليك يا فارس. ايه ها؟ لك يا برني الله انا. لحظة شوي، لحظة شوي. شو في ابن عمي؟ لك أنا الباب عم ينده. أبو ضيفتي. طفي طفي صندوق. حاضر يا عمي. ومين جاينا بهالوقت؟ يلا جاي جاي. أبي. أهلين يا أبي. تفضل تفضل. أهلا وسهلا. يلا يلا. حتنكسر إيدك لأنه إيش كان دقيت على باب بيت أختك. مو هيك القصة يا أبي. لك شو القصة؟ عامل حساب لشو؟ لعي النسوان؟ على الكناين وعيون؟ على بنت الأحمق؟ لك أبي يا دعي وجع راس، وجع راس. يا أبي أنت قلتها، أنت قلتها. لك شلون مزبط مع هالثلاثة اللي كان فهمني هذا شو؟ يخرب بيتك من حالك. لك إذا بتنام على كيد هي وبتفيق على دهرنت هي وليلك ونهارك كيد ودهرني. هي حكيت وهي بكيت وهي شكيت وهي نقيت. لك واختك. يا بي كمان انا مو ناقصني، اللي فيني مكفيني، انا عندي بلاوي بلاوي. لا ام بلا بي ناقصك. انت بتعرف شو ناقصك؟ قلت ناقصك شوية عقل، شوية اصل، وشوية مرجمة. كثرة النسوان لك عصام ما بتعملك رجال الا بالليل. والرجال اللي بالعتمة مو رجال. الرجال اللي ما بتزينوا عروقه ما بتزينوا خروقه. احفظها هي وفهمها واختك. عروقك وشروشك ولا هي كمان تقطعها وما تعرفها لحدا. أعوذ بالله يا أبي، أعوذ بالله. بس كمان سعيد قصة وسيرة لحالها. سعيد هيك هلا صار؟ ولك سعيد مو جوز أختك؟ جوز أختي. لك مو صهرك؟ صهري. شوف عصام، سعيد أنا بعرفه منيح، بعرف إنه تنبل وبعرف إنه شو محامي،
وبعرف قلة مروته، بس كمان لك أبي يلي وشه حامي على الدنيا بيعطي الأصل كفو، بيعطي الأصل شو كفو، واللي هلا بيطنش أخته بكره بيطنش أمه وأبوه وأهله. لك هيك أنت ولا؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله يا أبي، استغفر الله العظيم. أنا غلطت يا أبي، غلطت، أمرني من بكره، من عند على بكرة الصباح بتنتع ثلاثة اللي عنده منك هون، بتروح على باب بيت أختك وبتدقه، غداك وعشاك عند منا هنيك. خلاص صار يا أبي، صلت رحمها لك أبي، الله يرضى عليك. استغفر الله العظيم. صلت الرحم بتلمت الرزق بفرش شكل، والرزق عند الله. أمرك أي بالله عليك. الله يخلينا إياك يا أبي. الله يخليك. شو هذا يا أبي؟ خلص ضبو، أنت بكرة شوف شو بيلزم وتصرف لحالك. أمرك. فهمت؟ أمرك. رح أسأل لأختك. ده يا أبي. أما مزعمك أبي، أما مزعمك، ضبوني لضبو. الله يخليك يا أبي. روح خذ بطريقه. إيه ما ضيفناك شيء؟ معلش أبي ما بدي أضيف شيء، معلش. يلا يلا. يلا. تفضل يا أبي تفضل. يلا يلا. أبي مشان الله ما تعشى. لا تعشى. يساعدني عندي منه. لا بدي أرجع أذكرك، فهمت علي؟ أمرك، إيدك يا أبي. خلص. سلامي ويكو. نعم ابن عمي. اسمعي انت وياها وياها على بكرة الصبح بتاخدوا ضربة طريقكم وبتروحوا لعن بيت اختي بوران تقضوا النهار عندها. ليش بقى؟ هيك هيك بدون ليش. من وين طلعت النهار روحة؟ شو تفضلتي فايزة خانو؟ بتروحوا لعن بيت اختي بوران بتقضوا النهار عندها مثل ما الله خلقكم، مش هي؟ امرك شو عليه ابن عمي؟ أصلاً أنا مشتاقة لها كتير كتير لبوران، بكرة منروح لعندها ومنعمل لها غدا كمان. إيها؟ يا عيني عليك يا لطوف، هذا الكلام اللي بينحكى، سمعتي؟ عملوا غدا وساووا وخدوا، منتغدى سوا ومنتعشى وبعدين منرجع. قال منين طلعت لنا هالروحة قال؟ يا الحيولك ما أقواكي، عن جد إنك وحدة سلالة، خلصي أنت وياها وليه؟ لطفية! جاية جاية تقبرني، جاية تشكل قاسي.